يا رب يا ماما ما يسوينا فيكي، ده احنا ملناش غير وملناش غيرك يا ماما. وحياة حبيبك النبي تقف جنبنا المرة دي يا رب، والنبي النبي يا رب. طمنونا يا جماعة، ماما عاملة ايه؟ ماما تعبانة جدا يا حنان، خلاص جابت اخرها معاكم. هو انت بتبص لي كده ليه؟ هو ايه اللي حصل بالظبط يا جماعة؟ حصل اللي انا قلته لك في التليفون يا عمر. مراتك دخلت زي التور الهايج، قعدت تلطش يمين وشمال وفي الاخر رمت لنا العيال وسابتنا ومشيت. ماما جالها ذبحة صدرية يا عمر ودخلناها الرعاية دلوقتي. يا نهار اسود نهار اسود. وتوقع كمان توقع ما ظهرتش وما بتردش على الموبايل، كل ده بسبب الفلوس الزفت اللي اتسعرتوا عليها. بس يا يوسف هات امشي انت يا عمر، روح دور على توقع وشوف عيالك. كده كده ماما في الرعاية المركزة ممنوع عنها الزيارة وكلنا هنمشي ومحدش هيدخل لها. لا بقولك ايه، اسمعوا كلكم، عايزين تمشوا امشوا، لكن انا لا مش هتحرك من هنا غير لما اطمن على امي، يكش حتى تكسروا لي رجلي. منيرة هم العيال فين بالظبط؟ عيالك في البيت عندنا قاعدين مع وفاء. روح انت، روح دور على مراتك واحنا هنطمنك. روح روح يا حبيبي. خايفة على ماما قوي يا حنان. ربنا يقومها بالسلامة يا رب يا رب. ممكن اعرف ايه اللي جابك دلوقتي؟ ايه المقابله الخشابي دي؟ يا برضه لا مؤاخذه الست اللي راقده جوه دي مش تبقى حماتي؟ ولا انا هبطت لا مؤاخذه على عيله غلط؟ بقول لك ايه بقى؟ بطل تعيشنا في الدور ده يا عم الحاج، بطل تعيشنا فيه. احنا كل اللي جرالنا ده، كل اللي احنا فيه ده من تحت راسك على فكره، بسبب موضوع بيع الزفت الارض، الزفت اللي انت جبته لنا ده. على كل حال انا مش هرد عليك عشان الحاله النفسيه اللي انت فيها. ماشي وفسح بقى كده عشان لما اخذ عايز اطمن على حماتي. الله ايه 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 فسح دي؟ لا انا مش هفسح، لا انا مش هفسح. هي ممنوع عنها الزياره، حماتك ممنوع عنها الزياره. وحتى ان شاء الله لما تخف وتفوق كده وتبقى كويسه، لو شافت خلقتك دي هترجع يغمى عليها تاني بسبب خلقتك دي. انا مش فاهم، احنا كنا بنشوفك في العيد مره، ايه اللي حصل فجاه جد كل يوم بتودنا وبتزورنا؟ موضوع الفلوس صح؟ اهي راحت الفلوس، راحت خلاص، رايح قلبك بقى. ويلا بقى يلا لو سمحت، يلا لو سمحت بقى، العيد الجاي بقى زورنا. يلا اتفضل اتفضل بقى. حاجة خالد، شفت اللي حصل لأمي؟ شفت اللي حصل لأمي يا حاج خالد؟ ما تسيبناش يا اخويا. ألف سلامة على الحاجة يا منيرة. شايفة الكلاحة اللي أخوكي فيها؟ شايفة بتكلمني إزاي؟ إيه يا جمال؟ إيه يا جمال في إيه؟ هو إحنا 100 واحد؟ ده إحنا حبة صغيرين قوي يا ناس. ماشي يا حاجه منيره، وانا كمان همشي، ولو احتجت اي حاجه انت ولا الحاجه صفيه كلموني على طول. صدق ان انا فعلا غلطان اني جيت لحد عندكم وقلت لكم ان انتوا ليكوا ارض وتسوى كتير. كان لازم اخلص المصلحه دي لسكه تانية خالص. بس انقولي بقى، انا اللي طلعت حمار. هو بيقول على نفسه ان هو حمار بنفسه اهو. يعني انت عايز اختك تبقى متجوزه حمار؟ يا سيدي يا عم انا حمار ماشي، مالكش بقى فيه. واحد وحمار. الو ايوه يا هاني، انت تليفونك مقفول ليه؟ معلش بقى، كنت في مشاوير طول اليوم وما خدتش بالي ان الموبايل قطع شحن. ماما جالها ذبحه وانا معاها في المستشفى. يا ساتر، ذبحة ازاي يعني؟ حصلت خناقة جامدة قوي مع توقف في البيت، ماما ما استحملتش وقعت من طولها، نقلوها على المستشفى. طب وهي عاملة ايه دلوقتي؟ مش عارفة حاجة يا هاني، مش عارفة. هي دلوقتي في الرعاية المركزة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أنا ساعة وأكون عندك إن شاء الله. لا يا هاني أنا مش هطول هنا. هي كده كده ممنوع عنها الزيارة وأنا مش عارفة أشوفها. يعني أنت هتروحي دلوقتي؟
هروح دلوقتي. طيب ماشي، هجيلك على عندك. مع السلامة. سلام. ساعة ايه بقى اللي انت ناوي تمشي بعدها؟ هو ده اللي انت سمعتيه من المكالمة كلها؟ حمانتي تعبت ووقعت ونقلوها على المستشفى. يا خروف، وانت بقى الدكتور اللي هتنقذها؟ اتصل بمراتك كلها اي حاجة. الليلة لسه طويلة وانا دافعة كتير. لسه في كتير ما اتدفعش. ولا انت خايفة تدفعي؟ اسيبك واخلع. يا حياتي انت ما تقدرش تخلع. يا ايه الثقة دي كلها؟ هو لو واحدة عايزة تربط واحد بيها مش بتتجوزه برضو؟ ايه ده؟ جرى ايه يا مدام؟ جواز ايه مدفوعي؟ يا ابني انت مجنون، اتجوزك ازاي وانا متجوزة؟ انت عايز تسجني؟ انا بتكلم عن نظرية، الجواز ده شركة، وانا بقى عايزة اخش شركة معاك اطبخ بيها انها تربطني بيك طول العمر. انا بقى لما قعدت فكرت لقيت بزنس السيراميك ده حلو قوي، مش غلط ان انا استثمر فيه. هو انت عايزة تشاركيني في معرض السيراميك بتاعي؟ معرض السيراميك بتاعك ده أول فرع من فروع معارة الرتان وحش السيراميك. أنا بفكر أفتح معرض في كل محافظة وفي كل مدينة، ولو الموضوع مشي مش بعيد بقى نفتح مصنع باسمنا احنا الاتنين. وانت هتدفعي فلوس كل ده؟ وليه لا؟ واحدة واحدة، طالما انت شاطر في البيزنس ده يبقى أنا مستفيدة من ناحيتين، بستثمر فلوسي من ناحية وبطمن إن سريري بتدفي بيك من ناحية تانية. طب وجوزك؟ هتقولي له إيه يعني؟ يعني الراجل مش هيسألك أنت مشاركة الواد ده ليه وبأمارة إيه؟ ما هو أنا طبعاً مش هقول له في الأول. أنا هفضل أدفع لك لمدة ساعتين تلاتة كده بالباطن، لغايه انت ما تثبت نفسك كده ويبقى لك اسم كبير، ساعتها بقى نخش الشركه سوا. وهترمي فلوسك في الارض كده من غير ما تعرفي انت صرفاها في ايه ولا فلوسك تروح فين وجايه منين؟ عادي يعني؟ يا هاني، دي فكرتك عني؟ انا سلمت لك نفسي، هخاف على فلوسي وهي معاك. ما تركبش، ما تركبش يا حبيبي. الو، ايه ساره؟ ازيك؟ عامله ايه ساره؟ ما شفتيش تقى ولا اتصلت بيكي؟ ساره انا مش لاقيها خالص، انا بدور عليها في كل حته. طب لو سمحت يا ساره، لو كلمتك او عرفتي عنها اي حاجه كلميني. اوكي، يلا باي باي. الو، مساء الخير كابتن مؤمن حجازي. مساء الخير يا كابتن، انا عمر المندوه جوز تقى. اهلا بحضرتك. حضرتك هي تقى جت الجيم النهارده او شفتوها او اتصلت او اي حاجه؟ تمام. طيب من فضلك يا فندم، لو جت او اتصلت او اي حاجه يا ريت حضرتك تطلبني.
متشكر جدا لحضرتك. شكرا شكرا، مع السلامة. مش يمكن يا طنط عند حد من قرايبكم